عندنا كلام كتير عن منافسات أوروبا وقوتها في مختلف كمان المسابقات، وكمان لازم نتطرق لأبرز الصفقات اللي ممكن تتعمل طبعا في الميركاتو اللي جاي، وبالتأكيد لازم هنتكلم عن كمان ملف التضارب بموعد أمم أفريقيا مع مونديال الأندية. يمكن أنا وكريم طرحنا ده برضو في بداية الحلقة، كل دي أمور. خلينا بس نرحب بضيفنا الناقد الرياضي خالد عامر. صباح الخير. صباح الفل. أهلا منور الدنيا. نوركم. نسعد دايما بوجودك لان انت بالنسبه لنا رمز للعالميه في البرنامج. انا بتكلم دايما معاك عن كره القدم العالميه، وخصوصا بقى ان الفتره دي يعني الدوريات الاوروبيه كلها مشتعله، الايطالي والاسباني والانجليزي. نبتدي منين فيهم؟ انا بحب ابتدي دايما بالدوري الايطالي. يلا. انا مشجع ايطالي عتيد زي الفل. شفنا امبارح انتر ميلان بيكسب كالياري 4-0، بيحتل صدارة الدوري بعد ما كان نابولي وإيسي ميلان بيتشاركا الصدارة. صدارة مشتركة ما بين الاثنين، كان الاثنين لحد أول 10 جولات كسبانين 9 ماتشات ومتعادلين مباراة وحيدة فقط. شفنا نابولي بيقع قدام إمبولي في مباراة غريبة جدا. باي ذا واي، نابولي شاط 30 كرة على الجون، دي إحصائية إنه ده أكتر عدد تسديدات على المرمى من ساعة ما بدأت منظمة أوبتا للإحصائيات، من ساعة ما بدأت تجمع الداتا بتاعة الدوريات الخمسة الكبرى. ده أكبر عدد تسديد على المرمى، 30 تسديدة من نابولي وما جابوش ولا جون. إمبولي كسبت 1-0. عشان ينزل من المركز الأول الأسبوع اللي قبل الماضي ينزل المركز الثاني، إيسي ميلان يحتل الصدارة. إيسي ميلان بيتعادل مع أودينيزي 1-1 عشان ينزل مركز ثاني، وانتر ميلان يعتلي الصداره ونابولي ينزل مركز رابع. يعني تبديل وتوافيق يعني. بعد ما كان الاول بقى الرابع، اتلانتا الثالث، اسي ميلان الثاني، انتر ميلان الاول. فرق النقاط حتى انتر ميلان 40 نقطه، اسي ميلان 39، اتلانتا 37، نابولي 36. فالفروقات قريبه جدا في الدوري الايطالي الموسم ده، وشايفين عندنا ارقام قياسيه جديده بتتعمل. بس منافسة غريبة، يعني زي ما انت بتقول يعني الواحد كان متوقع حاجة وبعدين الأمور اتشقلبت تماما، فده راجع لإيه برضه؟ بص، احنا يعني أي مشجع لميلان عارف إن احنا مش هنكمل. أنا مشجع ميلان، أنا ميلانيست أساسا، فاحنا عارفين إن احنا مش هنكمل. تلاقيك حزين بقى الفترة دي. أنا حزين جدا. عشان خروجه من دوري الأبطال بس فقط. هنرجع لدوري الأبطال طبعا، وده كان متوقع جدا، ومتوقع إن الميلان ما يكملش في صدارة الدوري. الميلان هدفه الاساسي دلوقتي ان هو يتواجد ضمن الاربعه الكبار اللي هم الاربع مقاعد. وده حاصل لغايه دلوقتي المؤهل ميلان لحد دلوقتي ان هو يتاهل الى الدوري، دوري الابطال في نسخ متعاقبه. ده الهدف الاساسي عشان يعلي القيمه السوقيه بتاعته طبعا، عشان يقدر يجيب صفقات اعلى والكلام ده كله طبعا. بس ان هو ينزل في جدول الترتيب ده طبيعي جدا، لانه ما عندوش الدكه اللي تسمح له ان هو يكمل منافسات الدوري لحد اخرها. على غرار مثلا انتر ميلان، انتر ميلان عنده فرقه بره وفرقه جوه، لما هيحتاس في حد. احنا دلوقتي بنتكلم عن المهاجم الرئيسي بتاع ايسي ميلان، وده من ضمن الارقام القياسيه اللي انا كنت عايز اقولها، هو زلاتان ابراهيموفيتش. امبارح اول امبارح بيدخل الهدف رقم 300 على مستوى الدوريات فقط. وباي ذا واي، هو الثالث اعلى لاعب في تاريخ كره القدم احراز للاهداف على مستوى الدوري بعد كريستيانو رونالدو طبعا، وبعد ليونيل ميسي. كريستيانو رونالدو 484، ليونيل ميسي 475، زلاتان ابراهيموفيتش 300، ثالث اعلى لاعب في التاريخ على مستوى الدوريات. ولكن هو لاعب عنده 40 سنه ملوش بديل على الدكه، وارد جدا ان هو هيتصاب، وارد جدا ان هو هيغيب كثير من المباريات عن الميلان. فبالتالي ميلان ما عندوش البديل الجاهز اللي يقدر ينزل يعمل الفارق، فعشان كده طبيعي جدا ان الميلان ينزل. الهدف دلوقتي بالنسبه لإيسي ميلان غير الانديه الثانيه، انتر ميلان بينافس على الدوري، نابولي بينافس على الدوري، يوفي عايز يرجع تاني ينافس على الدوري، تعادل مع لاتسي 1-1، ولكن يوفي يظل يوفي، قيمه كبيره جدا في الدوري الايطالي. ميلان لا، الهدف الاساسي لميلان هو البقاء من ضمن الاربعه الكبار عشان يتواجد مره اخرى ضمن فرق الشامبيونز ليج او دوري ابطال اوروبا. كويس، دي نظرة سريعة عن الدوري الإيطالي. نروح للأسباني، ولو هنتكلم هل ممكن نقول نسبيا كده كفة ريال مدريد يعني هي اللي نقدر نقول الأفضل دلوقتي؟ هو أعتقد إن ريال مدريد حسم الدوري لصالحه خلاص، تحديدا بعد الفوز امبارح 2-0 في الديربي العاصمة. كان ماتش حلو بصراحة على أتلتيكو مدريد، كان ماتش جميل. بس أتلتيكو مدريد ظهرت في بداية الشوط كده على فترات، تسديدة جريزمان، انفراد
بس ريال مدريد هيمن على المباراه بشكل كامل. بالظبط. عندهم فينيسيوس جونيور ده حاجه يعني ما انا ما اعرفش كان مختفي فين المواسم اللي فاتت. بالمناسبه فينيسيوس ورودريجو هم اول ثنائي تحت 20 سنه يحرز لريال مدريد في مباراه واحده، ده كانت في المباراه اللي فاتت مش مباراه اتلتيكو مدريد. فينيسيوس جونيور بيكمل مستواه المميز جدا، كريم بنزيما بيتميز دلوقتي او بيواصل تميزه على مستوى القياده، على مستوى التهديف، على مستوى صناعه اللعب. شفنا الهدف الاول اللي احرزه ريال مدريد بقدم كريم بنزيما، كان كريم بنزيما اللي بادئها من نص الملعب وباصاها لفينيسيوس جونيور، وفينيسيوس جونيور باصاها لاسينسيو، اسينسيو لفينيسيوس جونيور، وبعدين لبنزيما حط الهدف. فبنزيما دلوقتي بقى واحد من اعظم المهاجمين الموجودين، انا دلوقتي بيتميز عن حتى عن ليفاندوفسكي اللي هو الجول ماشين اللي طبعا في العالم دلوقتي. صحيح. لا انا بالنسبه لي بنزيما مختلف لانه بيصنع لعب وبيتحرك، بيعرف امتى يتمركز جوه المنطقه وامتى يخرج بره وامتى بيحط الكره ازاي. فانا بالنسبه لي كريم بنزيما نقطه قوه في تشكيله ريال مدريد وسبب رئيسي، هيكون سبب رئيسي في تتويجهم بالليجا السنه دي، خاصه في ظل تدهور مستوى برشلونه. أي نعم. مفيش أي أمل مع تشافي يعني برشلونة، يعني مفيش أي أمل. خلينا نتفق على حاجة، الكلمة اللي أنا دايماً بقولها في أمل طبعاً بس مش الموسم ده. أوكي. شفنا كلنا في الأندية، حتى شفناها في الأهلي، شفناها في الزمالك، شفناها في منتخب مصر، شفناها في كل الأندية والمنتخبات، دايماً بيبقى في حاجة اسمها الإحالة والتجديد. مشكلة برشلونة إن هم ما فكروش في حقبة ما بعد ميسي. هم فضلوا يعتمدوا على الحرس القديم، على ميسي وخوردي ألبا وبوسكيتس وبيكيه وإنيستا وتشافي، ما فكروش طب وماذا بعد؟ طب بعد الناس دي ما تبطل هنعمل ايه؟ ما عندهم كان مشاكل وازمات يعني ماديه قد كده، بتهيألي كان صعب حتى ان هم يفكروا في اي حاجه. حلو يعني. عندنا لاماسيا، عندنا قطاع ناشئين قوي جدا اسمه اللاماسيا، هو اللي مطلع انيستا وهو اللي مطلع تشافي وهو اللي مطلع. كان المفروض يصعد وقتها يعني من بدري عشان ياخد اللعيب الصغير، ياخد احتكاك مع اللعيبه الخبرات الكبيره. صحيح. فلما يبدا يبقى هو الاساسي طبعا. يبقى هو عنده ثقل في الملعب. دلوقتي تشافي مضطر يلعب باللعيبه الصغيره. انا شايف اتفرج على الماتش بتاع برشلونه، انا مش عارف حد يعني، انا في لعيبه كتيره، الاثنين اللي جابوا الاجوان انا مش عارفهم، فيهم لعيب مغربي عبد الصمد ومش عارف ايه الزلزولي تقريبا حاجه كده، لعيب مميز جدا وكويس جدا بس لسه عنده 19 سنه ومحتاج خبرات كتير جدا. ده لو كان طلع بدري سنتين لعب مع ميسي، لعب مع انيستا، نضج اكتر واسرع، كان نضج وكان بقى دلوقتي كان هو اللي يبقى مصدر ثقل في الفريق. دلوقتي ما فيش مصدر ثقل في الفريق، دلوقتي مصدر الثقل كان في حتى كوميك على فيسبوك كده، تشافي واقف محبط جدا وفي فوقيه كده كانت اي اس بي ان اللي عاملاها، بتقول انه لما تكتشف ان انت بعد 5 سنين اعتزلت ولسه افضل لاعب في الفريق، افضل لاعب خط وسط في الفريق، لان فعلا الفريق ما فيهوش لعيبه خط وسط تقدر تعتمد عليهم ان هم يقطع الكرات في مناطق حساسه ويصنع اللعب في مناطق خطيره، يبقى عنده الفيجن، يبقى عنده الرؤيه والكرياتيفيتي في الملعب مش موجود. هو ايه اللي حصل عموما في الفتره الاخيره خلى كتير من الثوابت اللي احنا طول عمرنا يعني عارفينها عن فرق بعينها ما بقتش موجوده انيمور؟ يعني الثقه المعتاد لفرق زي ميلان على ذكرها مثلا، واخد بالك ازاي؟ غيرها حتى يعني احنا بنتكلم على برشلونه يا اخوان، يعني ان خلاص ما بقاش الفرق دي اغلبها ما بقاش زي زمان. اقول وجهه نظري في الموضوع ده، الا لعنه الله على البيزنس. طب دخول خرب الدنيا، دخول البيزنس وراس المال طبعا. بالتوحش ده كانت لسه حتى بنقول انه من هون بتقول انه الامكانيات الماديه المعدومه، الامكانيات الماديه وبرشلونه ما عندهاش. طبعا برشلونه عنده مشاكل ماديه طاحنه متشكله في رواتب اللعيبه اللي كان بيدفعها طبعا. فمش عارف يجيب غيرها. طب هو بيعمل كده ليه؟ عشان عنده عقود رعايه وعنده اعلانات وعنده وعنده وعنده، فبقى تحول الامر الى بزنس. الميلان انهار بسبب البزنس طبعا. انتر ميلان غياب طويلا ورجع دلوقتي كويس، يعني بقى وجه كويس للدوري الايطالي حتى في دوري ابطال اوروبا بسبب البزنس. كل الكره تدمرت تماما بسبب البزنس وبسبب الفرق اللي بتقوم على فكره البزنس. طب احنا عندنا باريس سان جيرمان كده، ده باريس سان جيرمان ده الاساس في راس المال ومانشستر يعني سيتي. لا يعني احنا لو هنتكلم عن باريس سان جيرمان ما نغفلش مانشستر سيتي، لان هو يعني حد يقنعني انه فرقه في موسم او موسمين يدفع 200 مليون باوند، 200 مليون جنيه استرليني في خط دفاع؟
بس جاب اربع مدافعين ب 200 مليون سيب لنا بالمصري كام. هل ده منطقي يا جماعه؟ يعني مش منطقي. لما تيجي تتكلم عن فرق تانية مش قادرة تدفع 100 مليون و50 مليون و60 مليون، فريق زي ميلان مثلا بيجيب اللعيبة دلوقتي اللي هي اللي عقودها بتخلص مع الأندية بتاعتها، اللي كبر في السن فالمقابل المادي بتاعه قل شوية. ليه؟ لأن في نادي تاني مستعد يدفع 200 و300 و400 مليون عشان يجيب لعيب زي باريس سان جيرمان اللي لسه بتقول عليه، زي مانشستر سيتي، زي قبلهم تشيلسي. تشيلسي طبعا. ما خلي بالك برضو ضخ رأس مال عربي زي ما حصل مؤخرا في اكثر من حاله، يعني برضه من شانه ان هو شويه يعني يبقى له كانك رميت طوبه في الميه الراكده بالنسبه لفرق يعني بتعاني من التدهور المادي حقيقي. وبالتالي رحيل النجوم عنها حقيقي. وشفناها حتى في الدوري المصري مع بيراميدز، شفناها طبعا مع فيوتشر، شفناها مع فيوتشر، هنشوفها في الدوري الانجليزي مستقبلا مع نيوكاسل. فلا يعني دخول البيزنس اضر كثيرا جدا بكره القدم، ما بقتش هي الرياضه اللي احنا اتعلقنا بيها وكنا شغوفين جدا بمتابعتها. على ذكر بقى تشيلسي ونيوكاسل ويعني النوع ده من الفرق الانجليزيه، عايزين نتكلم بقى شويه عن الدوري الانجليزي والدنيا برضو الى حد ملحوظ ولعه ما بين ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي. على ذكر تشيلسي، شايف الوضع ازاي وهل تقدر تستنتج من دلوقتي مين هيحصل على البطوله؟ انا من قبل البطوله كنت شايف ان تشيلسي هو المنافس الاقرب للوصول الى اللقب. اوكي. اللي استجد ايه بقى؟ اللي استجد مفيش حاجه استجدت لسه، هو من ضمن المرشحين، ولكن دخول مانشستر سيتي وليفربول، انت متخيل قوه الدوري انه في ماتش واحد تشيلسي خسره 3-2، نزل مركز ثالث، مانشستر طلع وليفربول اللي كان مركز رابع طلع مركز ثاني. دلوقتي احنا بنتكلم على ترتيب الدوري الانجليزي، فرق نقطه كالعاده في يعني اخر 3 4 سنين، فالنقطه ما بين مانشستر سيتي وليفربول، مانشستر سيتي 38 ليفربول 37، يجي وراهم تشيلسي 36، في جاب ما بينهم وما بين اللي بعدهم. بس في ارقام مميزه بتحصل دلوقتي، يعني احنا مثلا لو هنتكلم عن مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد من ساعه اقاله رالف من ساعه اقاله اولي جونار سولشكاير وتعيين رالف رانجينيك الالماني على راس القياده الفنيه، لعب 3 ماتشات قدر ان هو يكسب ماتشين على التوالي في الدوري على حساب نورويتش وعلى حساب ارسنال، ارسنال اولا وبعدين نورويتش، وفي النص تعادل مع يونج بويز السويسري في دوري الابطال، ولكن كده كده كان حسم الصعود كمركز اول في المجموعه. ولاول مره من سنه 1903 مانشستر يونايتد يقدر يحافظ على المدرب الجديد، يقدر يحافظ اول ما يتولى المهمه على نظافه شباكه في مباراتين متتاليتين. ياه. من 1903. واو. ايه ده؟ متخيل الرقم؟ يعني ورالف رانجنيك مدرب كبير عمل مشاريع عظيمه جدا في اوروبا وفي المانيا زي سالزبورج، زي ريد بول سالزبورج، وزي لايبزيج الالماني، عمل مشاريع عظيمه جدا في اوروبا، ومدرب ليه فلسفه مختلفه عن الفلسفه اللي احنا بنشوفها في الدوري الانجليزي، فهنشوف كوره جديده في الدوري الانجليزي. انطونيو كونتي مثلا، انطونيو كونتي بعد رحيل نونو سانتو من تدريب توتنهام بسبب المستوى المتدهور جدا في الدوري في توتنهام في السبيرز من بعد ما ساب واتفورد وولفرهامبتون ومسك توتنهام، انطونيو كونتي خاض 6 مباريات كسب 4 منهم وتعادل مباراه وحيده وخسر مباراه في كاس الاتحاد اللي بيلعبها دايما بالصف الثالث او الصف الثاني ومطعم بمجموعه من الشباب وكده، فعادي ان هو يخسرها. بس الاوفر اول ايه؟ احنا لعبنا 5 ماتشات في الدوري كسبنا منهم 4، ده ما كانش حاصل. توتنهام دلوقتي بيحتل المركز السابع، طب ما بالك لو كان كونتي مسك بدري شويه كان ممكن هيبقى بينافس. اكيد. احنا قلنا في جاب في الاول ما بين الثلاثه الاولانيين والخمسه اللي بعدهم، الخمسه اللي بعدهم النقاط متقاربه جدا، يعني احنا بنتكلم دلوقتي ويست هام 28، يونايتد 27، ارسنال 26، توتنهام 25، ليستر سيتي 22، والمباراه اللي جايه مباراه ما بين ليستر سيتي وتوتنهام اللي هو 22 و25، يعني لو ليستر سيتي كسب هيبقوا الاثنين 25. الدوري الانجليزي دول الفرقتين قريبين من بعض جدا، سواء الثلاثه اللي في الاول او الخمسه او الخمسه اللي تحت مشتعل، يعني المباراه الدوري مشتعل. وحتى سيبك من اللي هيكسب الدوري، تقدر تحسم لي مين اللي هيتاهل لدوري ابطال اوروبا الموسم اللي جاي؟ مين اللي هيبقى توب فور؟ طب مين اللي هيتأهل للدوري الأوروبي؟ كل مباراة الوضع بيختلف. كل مباراة فعلا أول بيبقى رابع ورابع بيبقى سابع وسابع بيبقى تاني. جنان، مش بطولة عادية.
طب محمد صلاح بقى، بما ان احنا بنتكلم افضل دلوقتي لاعب في افريقيا 2021، وفكره هنا برضو يعني التالق الكبير اللي احنا ملاحظينه الموسم ده، هل انت بتعتقد برضو هو بيلعب هنا بشخصيه ان هو افضل لاعب في انجلترا ولا في العالم، ولا هو ما بيهتمش بده اصلا؟ محمد صلاح رغم اي حاجه يعني. بص، لو قلنا ان مفيش لاعب بيهتم بالالقاب الفرديه نبقى بنضحك على نفسنا. كانش سعالها بالظبط كده طبعا. نبقى بنضحك على رونالدو، طلع كذب الفرانس فوتبول، رئيس تحرير الفرانس فوتبول، وقال لك انا ما قلتش ان انا بسعى ان انا اخد البالون دور وان انا احطم رقم ميسي، ولكن في حته ما جواه اكيد عايز يحطم رقم ميسي. بالظبط. محمد صلاح هل ما يتمناش يبقى احسن لاعب في العالم؟ طبعا يتمنى. انا شايف ان محمد صلاح كان يستحق لقب افضل لاعب في العالم. البالون دور السنه دي ظالمه بنسبه 100%. لا، قيل ان اصلا يعني ده كلام ناس نقاد، قيل ان ميسي نفسه كان غير متوقع حصوله على بالون دور هذه السنه، لان هو لم يكن متالق تماما السنه دي اصلا، ولا السنه اللي فاتت كان ميسي السنة اللي فاتت ولا السنه اللي فاتت كان ميسي، كان بدايه مشاكله مع فريقه الاول. بالظبط كده طبعا. فحصول ليونيل ميسي جداً على البطوله، انا شايف وقلتها قبل كده كتير، انا شايف ان ميسي حصل على البطوله على البالون دور بسبب توقيعه لباريس سان جيرمان. اليوم اللي وقع فيه على عقد انتقاله الى باريس سان جيرمان، لانه خلي بالك من حاجه، مين اللي بيقدم البالون دور؟ فرانس فوتبول. فرانس فوتبول نادي العاصمه لباريس، النادي العاصمه هو باريس سان جيرمان، اول مره يبقى عنده فيجر بحجم ميسي، فمش هيسيبه يعدي كده لله وللوطن يعني. فانا شايف ان البالون دور كانت محسومه لميسي من ساعه ما وقع. نرجع تاني لمحمد صلاح، عندنا نهايه الشهر الحالي يوم 27 تحديدا 27/12، عندنا جائزه الجلوب سوكر، وعندنا يوم 17 يناير جائزه ذا بيست المقدمه من الفيفا، غير جائزه افضل لاعب في افريقيا. جائزه افضل لاعب في افريقيا اعتقد ان هي محسومه يعني، يعني ما اعتقدش عليها كلام، ولكن عندنا ذا بيست المقدمه من الفيفا دي اعتقد ان هم مش هيدوها لميسي، ان هم هيطبطبوا على حد تاني غير ميسي، هيراضوا بيها حد تاني غير ميسي، الاقرب ليها ليفاندوفسكي. بيبقى امامنا جائزه الجلوب سوكر، اتمنى ان محمد صلاح يقدر يعمل فيها حاجه، وارقام محمد صلاح تشفع له بده. خلينا نتكلم عن، سيبك من المواسم اللي فاتت، سيبك من اي حاجه، حتى الان محمد صلاح احرز 14 هدف وصنع 9 اسيستات. اوكي، يعني محمد صلاح شارك في 23 هدف في الدوري الانجليزي فقط، ما تكلمتش على دوري ابطال اوروبا. اوكي، محمد صلاح للمباراه ال 14 على التوالي بيشارك في هدف على الاقل. 14 مباراه يا بيصنع هدف يا بيحرز هدف، ناقص له مباراة واحدة فقط، لو صنع فيها أو سجل فيها هيعادل الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي المسجل باسم جيمي فاردي الإنجليزي مهاجم ليستر سيتي. أوكي، 15 هدف 15 مباراة على التوالي. طب لو ماتشين كمان يبقى محمد صلاح هو رقم واحد في تاريخ انجلترا، يعني مازال مو صلاح بيصنع التاريخ طبعا في الدوري الإنجليزي. بالظبط، ما ده اللي بقول عليه، عشان كده مستوى محمد صلاح فعلا كان يشفع له ان هو على الاقل مش سابع يعني، انت فاهم قصدي؟ ما هو لو العمليه دخلت في حيز الطبطبه على حد تعبيرك خلاص الواحد ما يندهش. بالظبط كده يعني، الامور بتفقد حتى مصداقيتها عند الناس. في ناس كتير قوي مش معترفه بجائزه البالون دور على فكره، في ناس بتقول دي جائزه ما بتعبرش عن المستوى الحقيقي للعيبه، دي بتعبر عن الشركات الراعيه وبتعبر عن تصويت الجمهور، بتعبر عن حاجات ثانيه، الحب والكره، فاهم قصدي؟ كله معروف فعلا، معاك حق. يعني خالد نورتنا، الفقره انتهت، بس احنا يعني اتكلمنا تقريبا في كل حاجه وده المهم. نورتنا ونشوفك قريب ان شاء الله. ان شاء الله، انا دايما ببقى سعيد وانا معاكم. احنا اللي بنسعد وبنشرف بوجودك معانا، وشكرا جزيلا. وهنطلع فاصل لحضرات ونرجع بقى عشان نقرا تعليقات حضراتكم والرسائل اللي انتم بعتوها او توجهتوا بيها لبيتسو موسيماني بعد الفاصل على طول. اتفضل.